أيها المسلمون، ستنقضي الدنيا بأفراحها وأحزانها، وتنتهي الأعمار بطولها وقصرها، ويلقى الجميع ربهم، وحينها لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فما الحياة إلا أنفاس معدودة وآجال محدودة، واغتنموا شريف الأوقات. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله وعبدوا.